جيت كالعادي انا والدتي من الصبح عشان نؤدي صلاه الجمعه في المسجد الاقصى المبارك. فجاءنا احنا جينا من طريق باب الخليل، فجاني وصلنا باب السلسله انهم بيرضوش يدخلوا ولا اي حدا بغض النظر عن العمر، سواء فوق ال40 او تحت ال40، سواء مراه او رجل. وجهونا انه نيجي على جهه الابواب الثانيه. جينا طبعا على باب القطانيين، هون حكوا لنا نفس الحكي نروح على باب ثاني. فجانا انه في ناس جاي من جهه الابواب الثانيه بتحكي نفس الشيء، انه بروح على باب الناظر، كلهم روحوا على اتجاه باب السلسله. طبعا واضح انه هم قاعدين بخلوا الناس انها تزهق وتعود تروح يعني، او تصلي مكان ثاني. لا صغير ولا كبير، واحد 50 سنه 70 سنه 60 سنه بقول له ارجع، وين انت بيت حنينة ارجع بيت حنينة، وين انت بالعزريه ارجع اخوني، وين في الطور ارجع الطور. هاي الاجاكي كل الاجاكي. يلا يعطيك العافيه. سعيد صباحك. صباحك أهني. شو أخبارك؟ هقيت برجعوا يلا. الله. يا